البحر المتوسط وكان وجهة الأولى وهران والحاسمة الجزائر وبغداد، وبالتالي هذه المدينة والمداد الحاضر في كتاب التاريخ في إجاباتها ونسائها ووقفة هذه الخرجة الميدانية التاريخية التي تتزامن مع ذكرى تحرير وهران النهائي. هذا التحرير الذي كان في 27 فبراير عام 1792 والتي أبلى فيه جيش الطلبة البلاء الحسن، ذلك أن الباي محمد بن عثمان الكبير استطاع أن يكون قوة، هذه القوة التي تجسد لنا العلاقة التخاصمية بين النخبة العالمة المثقفة والتي تشبعت بالثقافة العربية والإسلامية والسلطة العثمانية، استطاع بفضل هذه الرباطات التي أقامها أن يبحر قوات الإسبان التي قبعت في هذه الأرض الطيبة المباركة وفي هذه الحاضرة العامرة بعلمائها وصلحائها من عام 1509 إلى عام 1792. وقد وصفت الكتابات التاريخية تحرير مدينة وهران بتحرير آخر ثغر من ثغور الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على أشرف المرسلين. هنا رانا عند معلم كامل، هذا المعلم الشهداء التحرير الثالث هنا جهة وهران والرباط وهران في مقبرة شهداء التحرير الثاني تسمى بمقبرة الطلبة. هذه المقبرة موجودة بالسينية، هذه المقبرة تم ترسيمها والأمر بإنشاء هذه المقبرة من طرف الباي محمد بن عثمان الكبير بعد التحرير الأول التحرير الثاني. وهذه المقبرة الآن فيها كثير من الرفات والشهداء، هي معروفة عند أهل السينية بمقبرة الطلبة. جاءت هذه المقبرة أولا تم إعادة إحيائها من طرف بعض المثقفين والإعلاميين وكذلك مجموعة من الناشطين بوهران في أن يكون هناك معلم يرمز إلى هذه المقبرة وهو موجود، ونحن اليوم موجودين بمناسبة هذا التحرير، لأن تحرير وهران الثاني هو أولاً يوم وطني وحتى يوم دولي، لأنه يدخل ضمن استراتيجية كبيرة كسرت آنذاك الاحتلال الإسباني الذي أراد أن يتموقع من خلال احتلاله لمناطق متقدمة في إفريقيا خاصة في وهران. اللي هو منشأة يعني إسلامية دينية وعسكرية، يعني تجمع بين العبادة والذكر ومدارسة العلم والتدريب على القتال والحراسة. وهذا يعني الرباط منشأة يعني وجدت مع الفتح الإسلامي، وكل ما يعني كان الخاطر على ثغور المسلمين كلما تعززت وتقوت. والرباط لا يقع إلا على الثغور، جمع ثغر، والثغر هو المصر الذي يخشى عليه من العدو كما وهران، وهران دائما كانت مستهدفة. هذا يوم مبارك وهو يوم فتح وهران. فتح وهران له مزايا وله مكانة عظيمة جدا عند الوهرانيين وعند أهل مصر وخاصة عند أهل الطلبة. الطلبة الكرام لما يسمعوا بفتح وهران الآن يشاركون في مبادرة الجهاد، معروفين أنهم بطلب العلم وحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، ولكن لما وصلهم النداء نداء الجهاد لبوا الدعوة وشاركوا في هذه المبادرة مع أميرهم سلطان الباي، لبوا هذه الدعوة وشاركوا، والحمد لله كانوا مصرحا.
عظيما، وهذا ونصر عظيم أنه خرج الصليبيين الإسبان من وهران، وبقية وهران يعني منطقة عربية إسلامية محضة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. هذه قاعة من قاعات القسطنطينية. الذكرى الثانية والثلاثين بعد المائتين لفتح وهران. هذا الحدث كان يشكل حدثا هاما في تاريخ الجزائر الحديث، حيث استطاع الجزائريون بقيادة الباي محمد بن عثمان الكبير الذي كان بايا على بايلك الغرب التي كانت عاصمته معسكر آنذاك، استطاع أن يحشد جيشا من الطلبة يسمى بجيش الطلبة. كان على رأسهم آنذاك يعني عدة مشايخ وعلماء، نذكر على سبيل المثال إلى الحصر الشيخ محمد بن عبد الله الجلالي، أبي راشد الناصري، الطاهر بن حوي.